أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أولئك على
وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. شریف پڑھیں بلند آواز سبحان اللہ